يتميز البرع مهدروي ربيع زكريا صاحب العشر سنوات بلبي سيدي الشيخ بموهبة فن الخياطة بالرغم من صغر سنه، حيث تعلم هذه الحرفة في وقت مبكر ويهتم بخياطة اللباس العربي الأصيل والعلم الوطني ولباس فريق الوطني. كما استطاع أن يوفق بين دراسته وموهبته، ويأمل أن يكون مصمما عالميا مستقبلا للحفاظ على تراث الآباء والأجداد. عشر سنوات بدأت فن الخياطة منذ أن كان عمري 5 سنوات، تعلمت الخياطة عن طريق أمي. سأنتهي حفظ القرآن الكريم في المسجد وأكمل دراستي وأتخرج وأصبح مصمم أزياء خاصة اللباس العربي الأصيل لمحافظتي على تراث الآباء والأجداد، وأهتم بخياطة الأعلام الوطنية واللباس الأخضر الخاص بالفريق الوطني. وتحية من هذا المنبر إلى بن ماضي.